خلونا نتعرف على تفاصيل أكتر من داخل النادي الأهلي ومن كواليس التدريبات اللي بيتابعها زميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناة النادي الأهلي. مساء الخير يا شريف وأهلا بيك. اهلا بيك، تحياتي ليك استاذ محمد ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. زميلنا شريف شعبان، قول لنا كل التفاصيل من خلال متابعتك واطلاعك على التدريبات والاستماع الى الكثير من الامور اللي بيناقشها طول الوقت مع اللاعبين ريني فايلر وجهازه المعاون. قول لنا الملاحظات الرئيسيه او العناوين الرئيسيه لتدريبات الفريق واستعداداته لمباراه وادي دجله. خليني اقول لك ان النهارده التمرين كان في 11 صباحا، طبعا بعد اجازه استمرت 24 ساعة عقب الفوز على الهلال السوداني. يمكن قبل بداية المران كان في اجتماع فني باقي الجهاز مع كل لاعبي فريق النادي الاهلي، يمكن اتكلم فيها حوالي 10 دقائق عن التركيز وعن فقدان التركيز في اخر دقائق مباراة الهلال السوداني، وطالب اللاعبين باغلاق الصفحة الافريقية تماما والتفكير فقط في مباراة وادي دجله المقبله، وطلب اللاعبين بالحصول على الثلاث نقاط، طلب اللاعبين بالحصول على المقدمه في الدوري الممتاز والمحافظه على المقدمه وعدم فقدان اي من النقاط في الفتره المقبله. يمكن بعد هذه المحاضره يمكن كان في كفرنج تمرين خفيف للعيبه اللي شاركت في مباراه الهلال السوداني، وباقي اللاعبين ادي تمريناتهم، واختتم مستر فايرت بتقسيمه قويه جدا تالق فيها بكل قوه سعد سمير اللي بيعلن جاهزيته للمباريات المقبله، احمد الشيخ تالق النهارده، صلاح محسن ومروان محسن وازارو طمنوا فايلر على خط هجوم النادي الاهلي بالاهداف الكثيره اللي احرزوها اليوم في التقسيمه. على الجانب الاخر تمرين حراسه المرمى شناوي شريف اكرامي حمزه علاء حارس واعد صاعد تمرينه قويه جدا تالق فيها بكل قوه الشناوي وشريف اكرامي. يمكن بعد المران كان في جلسه استمرت قرابه الساعه بين فايلر المدير الفني للنادي الاهلي وشريف اكرامي كابتن النادي الاهلي. فايلر بيتكلم مع شريف بصفته طبعا كابتن من كباتن النادي الاهلي، ما بيتكلمش خالص في مشاركه شريف او شريف يشتكي من حاجه، لا، امور كلها بتخص اللاعبين. شريف بيجيد الانجليزيه بطلاقه شديده فقريب جدا من الراجل وبيتكلم مع الراجل على حاجات تخص الراجل. الراجل بيتكلم مع مدير الكره، بيتكلم مع اللاعبين، عاوز كل المواضيع كلها تبقى في ايده، عاوز يحل اي مشكله ممكن تظهر، والحمد لله مش مشاكل، الدنيا كلها ماشيه كويس، بس الراجل حريص يعقد جلسه بين الحين والاخر مع شريف اكرامي. على الجانب الاخر التاهيل مستمر لعلي معلول، لعلي لطفي، صالح جمعه، كريم نسبت، لمحمود متولي. بنتكلم علي معلول خلاص النهارده بدا يجري حوالين الملعب، بتتكلم في اربع خمس ايام لاسبوع بكتير جدا، وباذن الله هيكون متواجد في التمرينات بصفه طبيعيه جدا. علي لطفي، صالح جمعه، بتتكلم بكره او بعد بكره بالكثير هيكونوا موجودين في المران. كريم نفت، محمود متولي من اسبوع ل 10 ايام باذن الله، وممكن نشوفهم في كاس الملعب والمران. يمكن فايلر كان حريص كابتن احمد سليمان محلل الاداء يعمل مقتطفات لفريق وادي دجله عشان يتفرج عليها فايلر، وبالفعل فايلر اتفرج على بعض اللقطات لوادي دجله، كل حاجه تخص وادي دجله، ويمكن بكره وبعد بكره بالكثير هيكون بيتفرجوا عليها لاعبي النادي الاهلي المختارين لمباراه وادي دجله. بكره التمرين هيكون الساعه 11 باذن الله صباحا، بعد بكره هيكون التمرين الساعه 4 عصرا، ومن بعد تمريننا بعد بكره هيكون معسكر ليله مباراه طبعا وادي دجله، اللي يتمنى باذن الله يكون التوفيق إن شاء الله حليف النادي الاهلي يوم الاربعاء. طيب شريف، هل في حاله ارتياح بين اللاعبين وفي اوساط الفريق؟ لان ريني فايلر حريص على ان يبقى الكل قريب من الملعب والكل بيشارك، وانه بيعمل عمليه تباديل كثيره او تدوير وروتيشن في صفوف الفريق، وبيدي فرص كتير. شفنا زي ما اشرت منذ قليل في مباريات سابقه، مباراه بني سويف في كاس مصر، عوده شريف اكرامي، مشاركته وتوليه حراسه مرمى الفريق، عوده ازارو للمشاركه وللتهديف. يعني طول الوقت هو حريص على ان اللي بعيد عن المباريات بشكل اساسي يلاقي فرص للمشاركه، ويفضل دايما في حاله او عنده الحد الادنى من حساسيه المباريات عشان في حاله الدفع بيه يكون جاهز ويبقى اضافه للفريق. ده مردوده ايه او احساس اللاعبين بالكلام ده ايه؟ الراجل من اول يوم عمل ليه داخل النادي الاهلي ومع لاعبي فريق النادي الاهلي كان كلامه واضح. اللعيب اللي هيتالق في التمرينات، اللعيب اللي هينفذ تعليماتي في التمرينات هيكون ليه دور اساسي في اي مباراه انا هاخدها الفتره المقبله،
وبالفعل بنلاقي لعيبه نادي لعيبه النهارده موجوده في مباراه، تاني يوم مش موجوده في المباراه اللي بعد منها، وهكذا الروتيشن الكتير اللي موجود ده بيدل ان لعيبه النادي الاهلي بتحاول، او اللعيبه اللي ممكن تتفاجئ بيها في التشكيل بيكون لافت نظر الراجل في التمرينات. الراجل حريص النهارده مثلا في تقسيمه النهارده، وقف التمرين، وقف التقسيمه كذا مره، وبدا يصلح بعض العيوب اللي بتظهر مع لاعبي الفريق اللي بيتالق واللي بينفذ تعليماته، وانت مغمض على طول هتلاقيهم الاربع بيشارك في المباراه بصفه منتظمه حتى لو ما كانش شارك في فترات سابقه قبل كده. هو ده المعيار، الراجل اللي حطه مع لعيب الفريق الاول اللي هيجتهد في التمرينات ويؤدي كل ملحوظات الراجل هيكون ليه دور في ال 11 اللي هيبدا بيهم اي مباراه. وبالفعل بنلاقي روتيشن كبير لاق قبول عند لعيب النادي الاهلي، لان في عداله، شايفين ان المدير الفني بيعدل معاهم، اللعيب اللي بيجتهد، اللعيب اللي بينفذ تعليمات بيبقى موجود في المباراه ايا كان اسمه، فوق السن او تحت السن. مشكورك زميلي العزيز ومراسل قناة الأهلي شريف شعبان، وإن شاء الله نكون موفقين بنفس القوة.